السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نقدم لكم طاجين بالبصله، غير بالبصله والجلبانه والزيتون. وهاد المره في هواء الطلق لان الجو فريمون رائع وزوين. غادي نقدم لكم الطاجينه ديالي اليوم في خارج البيت، يعني في الجريده. وغتتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله، وان شاء الله يتمنى يعجبكم وعلى بركه الله. يلا نبداو. كما كتشوفوا يلا حطيت البصله، ودابا غادي نحط الصوص ديالي، ومن بعد نحط الدجاج. بعد ما غسلته وغسلته بالماء والخل طبيعه الحال، ونقيته مزيان. يلا على بركه الله غادي نبداو الطاجين ديالنا نحضروه. كما كتشوفوا غادي ندير الصوص ديالي. دي درت فيها تحميره، شويه البزار، شويه الملحه، الخرقوم. صافي كنخليوه هكا يتحمر مزيان، ومن بعد نرجعو باش نحطو الدجاج. صافي دابا غادي نطلعو على الطاجين ديالنا. البصله راه طابت تبارك الله. دابا كناخدو اللحم، الدجاج عفوا، كنديروه فوق البصله باش تشحر ديالنا على هذا الشكل. هذه راهي توجينه صغيره ديال تقريبا ديال 4 الناس. ثم من بعد غادي نديروا القزبور مع الثومه. اللي بغى يدير الثومه، اللي ما بغاش يعني كل واحد الذوق ديالو. صافي كان نهز عليها نخدم بيديا. صافي هكايا غير باش ديك لاصوص تدخل اللحم. صافي كنخليوه هنا هكايا تتحمر مزيان، تطيب لينا مزيان. عاد من بعد كنضيفو الجلبانه. صافي بعد ما تحمر لينا الدجاج ديالنا كما كتشوفوا هو يعني حتى لون، كناخدو البطاطا الجلبانه عفوا. كنديرو عليه الجلبانه. الجو اليوم رائع جدا، داكشي علاش قلنا نبروفيتيو شويه ونديرو الطاجينه ديالنا على برا. صافي دابا كناخدو كنديرو البطاطا منا هاد الشكل هذا. كما قلت لكم ديما التزيين كيبقى يعني اختياري. وكنديروا عليه شويه القزبور من الفوق. على هذا الشكل هذا. وما نساوش الزيتون. كندير لي الزيتون. انا كيعجبني الزيتون نكثرو مع البصله. صافو كنحط تاني شويه د الجلبانه من الفوق. كتعجبني الجلبانه مع فوالا.
صافي الطاجين ديالنا كملناه، وغادي نحاول ندير المعلقه هكا باش ما المرقه ما تطيحش ليا، من ما كنضيف لها الماء لا والو، يعني كنخليه يطيب على خاطر خاطره، ومن بعد نوري لكم الطاجين بعد ما طاب. ها الطاجين ديالنا موجوده دابا كما كتشوفوا، طابت مزيان مزيان على خاطرها. وهنايا عملت شويه الماء مع لي كلاصو وشويه الحامض، ان الجو صراحه حار شويه، والخبز ديالي طيبته معاه انتي ديسير، وبالصحه والراحه.